بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يوم جديد في رمضان، بنفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى بقلوب متأملة باحثة عن الرسالة من ربنا. وأيام رمضان بتعدي بفكر نفسي وبفكر حضراتكم، أكرمت عينك بالنظر في كتاب الله؟ أكرمت قلبك بالتأمل في كتاب الله؟ القرآن أي حاجة يجي جنبها تبقى أشرف شيء في الكون. نزل بهذا القرآن أشرف الملائكة، سيدنا جبريل نزل به الروح الأمين. نزل القرآن في أشرف شهر في السنة وهو شهر رمضان. نزل القرآن في ليلة القدر فهي خير من ألف شهر. نزل القرآن على أطهر قلب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المنذرين. نزل القرآن علينا فصرنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخير القلوب هو القلب المتعلق بكتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإحنا دي النية من رسالة من الله، نحن نطلع من رمضان نظرتنا تغيرت لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وصرنا نبحث فيه كل يوم عن رسالة ومعنى جديد من وراء الآيات. حلقة النهاردة هي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى عن أصل هذا الدين. في تجربتي الصغيرة في طريق ربنا سبحانه وتعالى لقيت إن هذا الطريق فيه علم وفيه نفسية. أنهي الأهم، العلم ولا النفسية؟ ربنا اللي يرتبها. بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، دي النفسية، ويعلمكم الكتاب والحكمة. فذكر ربنا سبحانه وتعالى التزكية وهي تطهير النفس والارتقاء بها قبل العلم، ولا يكون العلم نافع إلا إذا كانت النفس مزكاة. وأشرف ما يصل إليه الإنسان أن يحمل بداخله نفس وقلب بتعرف تحب. الحب هو أصل هذا الدين. ولم يبالغ صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان كلامه وحيا من الله لما قال لن تؤمنوا حتى تحابوا. فالإيمان إذا خلى من الحب صار إيمانا ضعيفا. عشان كده القرآن ممتلئ بالآيات اللي بتعلم هذه الأمة كيف ترسخ معاني الحب. والحب هي رحمة مغلفة بالقوة، بتحمي هذه الرحمة من أن يتسرب ليها في صراعات الحياة الكراهية والغل والحقد. فالشخص اللي مع زحمة حياته قادر يستثمر في العلاقات، ده إنسان عنده رحمة مغلفة بالقوة عشان يقدر يستمر على الاستثمار في العلاقة. الشخص اللي قادر يسامح ده شخص رحيم قوي، قادر انه يسامح في الوقت اللي بيعرف يبطش فيه.
الشخص اللي عمال يوزع حنان في تفاصيل الحياة رغم الهم اللي هو شايله ده إنسان رحيم مليان بالقوة إن يقدر يبث الحنان رغم إن قلبه فيه اللي فيه وربنا أعلم. الحب هو الأصل اللي بتبنى عليه كل الأخلاق الجميلة، عشان كده القرآن ممتلئ برسائل من ربنا سبحانه وتعالى بتعلمنا إزاي نعرف نحب ونتحب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. علشان ربنا سبحانه وتعالى في رسالته عن الحب في القرآن يعمق مفهوم الحب في كل ذرة من كيان الموحدين، قال لهم إن علاقتي بيكم مبنية على الحب. ربنا في القرآن سبحانه وتعالى لم يذكر كلمة أنه يكره إلا في موضع واحد، كره الله انبعاثهم فثبطهم. المنافقين لما كانوا بيخرجوا في جيش الموحدين كانوا بيقعدوا يقولوا كلام سلبي ويهبطوا من عزيمة الموحدين، فكان الله يكره خروجهم، كره الله انبعاثهم. لكن دايما لما ربنا يتكلم عن صفة مش بيحبها يقول لا يحب الظالمين، لا يحب الكافرين، في إشارة إن لو بطلوا ظلم أو لو بطلوا كفر يحبهم، ما يقولش بيكره الظالمين بيكره الكافرين، يقولك لا يحب، فشيل لا وانت بتشيل صفتهم. فلو الكافر آمن بوجود الله أحبه الله، ولو الظالم بطل افترى على الخلق أحبه الله. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى تجاه الخلق خالص صفة الكراهية إلا في فعل كان الله يكرهه من المنافقين لأنه بيؤذي نفسية الموحدين. أما ما لنا كموحدين عند الله فهو تمام الحب، حتى البعيد مننا، حتى البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ممن وحد الله ربنا بيحبه. عرفناها منين؟ عرفناها من آية في سورة المائدة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالعلماء قالوا من مفهوم المخالفة اللي هيرتد عن الإيمان بربنا سبحانه وتعالى ربنا هيجيب ناس بيحبهم، يعني موحدين. فأثبت الله عز وجل الحب لجميع الموحدين، يحبهم ويحبونه، وكل واحد بيشهد أن الله خالق هذا الكون أكيد بيحب ربنا وملوش غير ربنا مهما بعد عن ربنا. والله بيقول لك هو بيحبك ما دمت موحدا. عشان كده الإمام الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية كان يقول والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، كل واحد مؤمن بربنا سبحانه وتعالى هو ولي من أولياء الله. وربنا بيقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلنت عليه الحرب. بحبنا كلنا البعيد مننا والقريب، لدرجة إن في سورة التوبة في الآية 100 ربنا سبحانه وتعالى بيقول على حبه للمهاجرين والأنصار واللي حاولوا يبقوا كويسين في سائر الأزمان بعد كده، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إحنا بإذن الله يا رب حضراتكم بإذن الله، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقين الأولين من المهاجرين، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وكل واحد بيسمعني النهاردة عدى عليه في رحلة حياته أشياء ربنا ما بيحبهاش هجرها عشان ربنا يرضى عنه فياخد لقب المهاجرين. والأنصار اللي نصروا المبادئ والقيم اللي ربنا أنزلها مع سيدنا رسول الله فنصروا رسول الله على أنفسهم وفي المحيط اللي هم عايشين فيه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم اللي قلدوهم بإحسان رضي الله عنهم، دي تطمن قوي. لكن إيه الجميلة كمان؟ ورضوا عنه. تخيل لما ربنا يقول في القرآن وهو بيحبنا إن أنتوا راضين عني. شوف لما ربنا يمدحك إنك راضي عن ربنا، رغم إن رضانا عن ربنا لا يزيد في ملك الله شيء، إحنا الغلابة الفقراء اللي محتاجين يرضى عننا، لكنه بيمدحنا إن هؤلاء العباد يا أكوان ويا ملائكة هؤلاء العباد راضين عني، حتى يعلي شأننا إن إحنا أصلا لنا قيمة عند ربنا، فبيثني على رضانا عنه سبحانه وتعالى. وعلى فكرة أنت كل يوم بتكررها علشان تحسها، بتقول رضيت بالله ربا، يعني أنا راضي عن أفعالك كلها يا رب، بحب كل حاجة طالعة منك، سواء كان ظاهرها نعمة أو ظاهرها فيها ابتلاء وجواها خير أكيد، أنا واثق فيك. رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمعنى الأول في الحب المذكور في رسالة الله عن الحب في القرآن، إن اللي بيننا وبين ربنا كل حب، مهما كنا قريبين أو بعاد عن ربنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. المعنى الثاني اللي تعلمناه من رسالة الله سبحانه وتعالى عن الحب في القرآن هو تقوية الحب عند قوة الروابط. يعني احنا مأمورين بحب جميع الأكوان، لكن لما يكون في صلات قريبة ربنا علمنا نستثمر أكتر في الحب. عقلية المحب مش بياعة، يعني لما يكون في علاقة اتنين متجوزين أو أصحاب أو أهل مع عيالهم ما نبقاش بياعين، احنا بنستثمر في الذكريات. وعند الخلاف تظهر قوة الحب. إذا كنا عرفنا الحب في بداية الحلقة إنها رحمة محمية بالقوة، قوة بتحمي بقاء هذه الرحمة، فمهما اختلفنا نقوي الحب عند تقوية الروابط. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى في شأن الابن والبنت مع أهله، طب أهلي دول ناس طيبين حبهم، طب ناس وحشين برضو حبهم، طب ناس مشركين على دماغك، طب ناس مشركين بيدعوني لأن أنا أسيب ربنا وأعبد الأصنام برضو على دماغك. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أكيد مش هعمل كده. وصاحبهما في الدنيا معروفا، اسمع، واتبع سبيل من أناب إلي. هذه أهم يعني بالنسبة لي، يعني أكتر حتة في الآية شغلت بالي لما دورت على التفسير. ربنا بيقول لو أهلك مشركين بيعبدوا الأصنام قالوا لك سيب ربنا وسيب النبي عليه الصلاة والسلام واسجد معانا للأصنام، قل لهم مش هقدر أعمل كده. وصاحبهما في الدنيا معروفة، عيش خادم ليهم رغم إن هم مشركين، مش مثلا بيتعصبوا شوية وهم موحدين، مش مثلا عندهم بعض المعاصي لأن هم بشر وانت قربت شوية من ربنا فبدأت تبقى متنرفز وانت قاعد معاهم، ده لو مشركين. لكن بص الآية اتقال فيها إيه، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. قال ابن عباس هذا هو رسول الله، من أناب إلى الله ورسول الله. إكرام الأهل ولو كانوا مشركين هذه وصية رسول الله، قال واتبع سبيل من أناب إلي. شوف مع قوة الرابطة يزداد الحب حتى لو مشركين. وجه تقوية روابط الحب بسبب قوة العلاقة في الجواز. ربنا بيقول للزوج لو اختلفت مع مراتك وحسيت ان انتوا مش متفاهمين ما تبيعش، فكر الاول في الذكريات الجميلة وفي الصفات الحلوة اللي فيها، لانك ممكن تبقى متسرع وبياع. والحب اللي ربنا ذكره في رسالتي عن الحب مش بيقول كده،
قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، بالحب والإكرام، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنت ممكن تبقى متضايق من صفة لكن ما تبيعش، ده جواز، ده ميثاق غليظ. دور على الأيام الجميلة والصفات الحلوة اللي هتندم بعد ما تبيع مراتك وتطلقها بسهولة وتدور على غيرها، هتقول بينك وبين نفسك يا ريتني كنت معاها لأن مليانة صفات، لكن كأن الشيطان ضيق نظرة الحب. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وسيدنا النبي يقول كده، قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. يفرك يعني يبغض، فممكن يبقى في حاجة مضايقة في حاجة تانية حلوة. والكلام متوجه للرجالة وللنساء كمان، إنها لا يضيق نظرتها فتبقى سهلة البيع وتطلب الطلاق وتنسى الذكريات الجميلة. فتقوية الحب والاستثمار في العلاقة عند قوة الروابط وإن الإنسان ما يبقاش بياع من أهم المعاني القرآنية في رسالة الله عن الحب. لو القلب اتملأ بالحب ما يعرفش الإنسان يدوق أي حاجة جميلة إلا لما يدوق حبايبه اللي حواليه، سواء حاجة جميلة دقها في عالم المحسوسات أو معنى جميل في عالم المعاني. ولو الحب ملى القلب جدا يبقى عايز يدوق المعاني دي للدنيا كلها. ودي قصة الحب اللي ربنا حكاها لنا في القرآن. مجموعة من الرسل مروا ببلد فدعوا أول هذه البلد فآمن القوم، كان فيهم راجل صالح. ثم مع نهاية البلد ما آمنش أهل طرف البلد الآخر، وعرف الرجل المؤمن أن هؤلاء الرسل كذبوا في آخر البلد، فيحكي ربنا قصة الحب دي. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. ربنا سبحانه وتعالى شهد للراجل ده أنه رجل يحمل همة الرجال اللي وقودها كان الحب، حب أن هؤلاء الناس يدوقوا طعم الهداية اللي هو داؤه من لسان المرسلين. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وبدأ يجمل المرسلين في عيون الناس، فبدأ يقول لهم دول ناس مخلصين، ربنا رباهم على عينه قبل أن يرسلهم إليكم، بيدوكم أكبر هدية ومش بياخدوا منكم أقل مقابل. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وبعدين بدأت القصة في لفتة قرآنية بارعة للكلام المفعم بالحب. قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. بيتكلم على فعلهم القبيح كأنه فعله، علشان ما يواجهش هؤلاء الناس بفعلهم وعنادهم وكفرهم فيجرح مشاعرهم بأن يقول لهم أنتوا كفرتوا بالأنبياء، فيتكلم عن عنادهم كأنه فعله. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين. مع أنه هم اللي في ضلال لكنه بيتكلم بحب. الحب ده اللي الأنبياء ورثوه لورثهم من العلماء والدعاء والمصلحين المخلصين، اللي هدفهم هداية الناس وأن قلوبهم تتعلق بالرحمن عن طريق أخلاقهم وليس الانتصار في الجدالات والمناظرات. فاستخدم ألطف كلام، لأن العلماء وراث الأنبياء علمونا أنه حيث وجدت الرحمة ووجد الحب وجد الدين، وإذا اختفى الحب واختفت الرحمة ظهرت الشياطين واختفى الدين. وتبني الناس حيطان منيعة وسدود كبيرة بينها وما بين أصحاب الخطاب، حتى ولو كان خطاب صالح يدل على الله لكنه غليظ خالي من الحب، تبني الناس السدود فينفر الناس وتضيع الدعوة. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيختم القصة بهذا المشهد البارع في تصوير الحب: إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. بعد ما قال لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فالمفسرين بيقولوا قعدوا يقربوا عليه، هو يقول لهم اسمعوني، يقربوا ويقول لهم افتحوا قلوبكم، ويقربوا لغاية ما داسوا عليه حتى فاضت روحه
إلى باريها إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. ربنا قال له خش الجنة، فكانت أول كلمة يقولها لربنا في دار الحق قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هم قتلوا جسده لكن ما قدروش يقتلوا قلبه المفعم بحب ربنا واللي ظهر في حب إن البشر يدوق طعم الهداية. ففي الدنيا دعلهم، وفي دار الحق التي ذاق فيها الكرامة دعا لهم بالهداية. رسالة من الله. رسالة من الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. المعنى الجميل الراقي اللي تكلم فيه ربنا في رسالته عن الحب هو حب الإنسان للأكوان. ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن هذه الأكوان وإن كان ظاهرها جماد لكن فيها حياة وفيها إدراك ربنا خلقه لربنا، وفيها إدراك حتى الجمادات والحيوانات للإنسان، وفيها مشاعر تجاه ربنا. والقرآن أثبت مشاعر في الجمادات والحيوانات تجاه الإنسان، وده اللي ربنا قاله في القرآن. عشان يحصل تغيير لإدراك الإنسان إن دي حيوانات وجمادات ما بتحسش، لا بتحس وتعرفك وهتشهد لك في الآخرة، ويمكن يكونوا وانت عايش بيتكلموا عليك، وده اللي ربنا حكاه في القرآن. ورب العالمين بيقول في القرآن ألم ترى، يعني اتعلم اسمع، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل الكائنات تعرف الله وتسبح بحمد الله. طب ده إدراك الكائنات والحيوانات والأشجار والأحجار لله. طب هل هذه الكائنات ليها إدراك لنا؟ الجواب أيوة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر آية في سورة الدخان فسرها النبي قال صلى الله عليه وسلم في تفسيره للآية، لما فرعون مات ربنا قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الصحابة خدوا الآية دي وراحوا لسيدنا محمد. لما فرعون اللي بيدعي الألوهية مات، السماء ما عيطتش ولا الأرض عيطت؟ إيه حكاية المشاعر دي؟ قال أن لكل مؤمن
بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه. فإذا مات العبد المسلم بكيا عليه. قال سيدنا علي بن أبي طالب: حتى أن موضع السجود لا يبكي عليه إذ افتقده لما مات. حتى اللي بتصلي فيها في مسجدك اللي تحت البيت، ولا الحتة اللي بتصلي فيها في البيت، تعرفك، تشعر بيك، وهتشهد لك. وده من تفسير الآية: يومئذ تحدث أخبارها الأرض. وبتعيط عليك لما بتسيب الدنيا وتروح لربنا، لأنها ياما سمعت تسبيحك وسجودك. والسماء فيها بابين، باب يصعد منه العمل وباب ينزل منه الرزق. بتعيط لما العبد المؤمن يموت، لأن خلاص توقف صعود الأعمال الجميلة اللي فيها إرضاء لربها اللي بتحبه سبحانه وتعالى. وكأن ربنا بيقول لنا: تعاملوا مع الأكوان برفق ورحمة، لأن هذه الأكوان والجمادات تعرفك، وهذه الأكوان والجمادات تشهد لك يوم القيامة، وهذه الأكوان والجمادات منتظمة معاك في التسبيح والسجود لله. فتعامل معها برفق وحب واحترام. وده اللي مشايخنا علمه لنا. دايما أحب أحكي الحكاية دي لما تبقى السبحة في إيدي وأخش أصلي وأرميها كده الله أكبر، الشيخ يبقى جنبي يقول لي: ما ترميش السبحة كده. مولانا رميتها كده والله أكبر، قال لي: لا، نحطها بالراحة. السبحة دي تشهد لك يوم القيامة وأنت بتسبح عليها. السبحة دي أصلا بتسبح، لأن الله أثبت التسبيح لجميع الأكوان. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فعلمونا من فهمهم لرسالة ربنا عن الحب في القرآن حب واحترام الأشياء والجمادات والحيوانات وكل الأكوان، لأنها جميعها عباد لله سبحانه وتعالى. في علم النفس الإيجابي وهم بيدرسوا الصفات أو الأحاسيس الإيجابية والسلبية، وجمع عند الحب، وزي ما تقول احتاروا. يعني لو قعدت تقرأ البحث بتاعهم أو تسمع الناس وهي بتتكلم، في حيرة. هو الحب ده شعور إيجابي بس، فسموه أبو المشاعر الإيجابية. وليه؟ لأن في الأبحاث اللي عملها مارتن سيليجمان وباربرا فيدريكسن اللي هم أبو وأم البوزيتيف سايكولوجي، قالوا إن الحب ده شعور إيجابي بيجلب معاه بقية المشاعر من الامتنان والاهتمام والفرحة والتواصل. كل المشاعر الإيجابية بتيجي ورا الحب. فالحب سبحان الله كأن ربنا خلقه علشان يبقى الطريقة اللي احنا بنعيش بيها. في أطول بحث اتعمل في التاريخ في علم النفس، جامعة هارفارد عملته 75 سنة، ابتدى سنة 1938. ابتدوا بالبحث ده عشان يشوفوا هي ايه اهم اسباب الويل بينج او العافيه عند الناس، السعاده والفرحه والجسم السليم والعقل السليم وكده. وقعدوا درسوا كل حاجه من اول الصفات الوراثيه للامراض، درسوها على 3 اجيال متعاقبه، الحاله الماديه والحاله العلميه والناس عايشه فين، حاله الهواء والبوليوشن والتلوث والجو، كل حاجه. وانتهوا بالبحث ده لان اهم عنصر من العناصر للعافيه هي العلاقات الصحية. العلاقات اللي فيها حب هو السبب للعمر الأطول بالبحث، أمراض مناعية أقل وأمراض قلب أقل. أقرب كمان في التأثير على صحة الإنسان من نسبة الكوليسترول في الدم ومن الأمراض الوراثية. فنتائج بحث مدهشة كلها مبنية على الحب. فلو الإنسان قدر يعمل الحب اللي هو بتعريف اللي هو إرادة الخير للناس والاهتمام بالناس والدعم العاطفي للناس، لو قدر يعمل ده بس، ده يكون كفاية لأنه يعيش حياة ذات جودة عالية وبسعادة بالغة وفي عافية، بغض النظر عن هو معاه فلوس قد إيه، هو مشهور قد إيه، أو حقق الحاجات المادية أو ما حققهاش. وده ثبت ببحث علمي طويل. وطبعا ولله المثل الأعلى، إحنا ديننا كله مبني على ده، إرادة الخير والحب والاهتمام والدعم للناس. وحكى لنا ربنا سبحانه وتعالى في رسالته عن الحب في القرآن تفاعل طائر من الطيور، مخلوق من المخلوقات، دابة من الدواب، تفاعل مشاعره مع ناس ما تعرفش ربنا. حكاه لنا لأن سيدنا سليمان بيفهم لغة الطير، فالطير قدر يحكي له. وكأن فيها معنى أن الطيور تعرف، بس إحنا ما نعرفش نتكلم مع الطيور، ما نعرفش الطيور بتقول علينا إيه وإحنا بنصلي وهي بتبص علينا ساجدين لربنا سبحانه وتعالى.
ولا نعرف الحيوانات والطيور بتقول علينا إيه وإحنا بنعصي ربنا سبحانه وتعالى. لكن ربنا كشف في القرآن إن اللي كان فاهم لغة الطيور، الطير حكاله حاجة أثرت في قلبه قوي. يوم ما سيدنا سليمان بعد الموقف بتاع النملة لما قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، بدأ يصف في الجيش بتاعه فما لقاش الهدهد، فبدأ يسأل عنه، وفجأة الهدهد جاي من بعيد قوي. هدهد كان في اليمن وسيدنا سليمان في الشام، سافر المسافة دي كان راجع، فهو ماشي كده لقى هدهد تاني فبيتكلم معاه، قال له أنا عايز أوريك حاجة عندنا. فراح معاه وحكى اللي شافه لسيدنا سليمان، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ، من البلد دي، بنبأ يقين، كلم بانفعال وإحساس مليان مشاعر، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، يعني عن طريق ربنا، فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، شوف الفضفضة، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. شوف بيقول ايه، هم ازاي مش بيسجدوا لربنا اللي بيحط لنا حب بنطلعه بالمنقار، كل بقى ايه مخلوق يعرف ربنا بطريقته، فهو يعرف ربنا الرزاق اللي مخبي له الحب جوه الارض، فاحنا بنحط المنقار فبنلاقيه رزاق شايل لنا رزقنا ومش ناسينا. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أنت عارف إن البلد دي كلها أسلمت بسبب مشاعر الهدهد الجميلة؟ طب هدهد معدي لقى ناس بتسجد للشجر ولا للحجر ولا بيعبدوا الشمس، وهو ماله؟ هدهد بيحب ربنا وموحد ومسبح، وناس ما تعرفش ربنا اتحرك تجاههم. وكأن الله عز وجل، دي نص صفحة في القرآن القصة دي، ولا يذكر في القرآن إلا كل عظيم وشريف، وكأن الله في رسالة بيقول لنا الأكوان بتتفاعل معاكم. وعلى فكرة مشايخنا علمونا كده، النظر باحترام لجميع مخلوقات الله، حجر ولا شجر ولا حيوانات، لأن الكل بيسبح بحمد ربنا. الإمام أبو نعيم الأصفهاني في كتاب حلية الأولياء في قصة سيدنا سفيان الثوري بيقول إن في ابن واحد صاحب سفيان الثوري، ابنه بقى جاب لسفيان الثوري هدية قفص جواه عصفورة، فسيدنا سفيان قام مديله دينار وشكره، وقام واخد القفص وحطه في البيت عنده كده، ويبص للعصفورة كده محبوسة، وقام فاتح للعصفورة قامت طايرة، فلما طارت وقفت في ركن من أركان البيت. سفيان الثوري ده بقى من كبار الأولياء، من طبقة الإمام مالك، الإمام الكبير صاحب المذهب. طارت وقفت كده في ركن البيت، وظلت تذهب كل يوم تأتي بالأكل، تقعد تاكل وتشرب وترجع تقف في ركن البيت. قالوا ولما مات سفيان رأيناها تتبع معنا الجنازة، وكنا إذا ذهبنا إلى قبر سفيان وجدنا هذا العصفور يقف عند القبر، ثم بعد ذلك جئنا لنزور سفيان فوجدنا العصفور ميت عند قبر سفيان. سفيان الثوري حس بأن هي مش دي البيئة الطبيعية بتاعتها، فتح لها بحب، حصل شعور متبادل مع الأكوان، طارت ما حبتش تمشي وكل شوية ترجع تاني، ثم فضلت عايشة عنده عند القبر لغاية ما أجلها جه فماتت جنب صاحبها اللي بادلها الحب. ده ديننا، وده اللي تربى عليه الصالحين والأجيال من فهمهم لرسالة ربنا سبحانه وتعالى عن الحب مع الأكوان كلها. الحب مفتاح القلوب الطيبة، وعليه وبيه كل الحياة مترتبة، لما نلاقيه بنلاقي نور تمتد بيه بينا الجسور، ونهد سور كل الشرور المرعبة. الحب نعمة ربنا على قلبنا، يجمعنا بيه وفي ظل عرشه يضمنا، احساس رقيق زي الندى يروي القلوب تطرح رضا، ونلاقي احلامنا البعيدة قريبة.
حب البشر، حب الحياة، حب الوجود، تعرف طريقك للإله والخير يسود، واقرأ في آيات الكتاب في الحب تلقى ألف باب، ولو السؤال ملهوش جواب في الحب كل الأجوبة. ربنا سبحانه وتعالى علمنا في رسالته عن الحب حب المخالف. حب المخالف في أي شيء في الدنيا، في الفكر، في الآراء، في التوجهات، أو حتى في العقيدة. وعشان أكون واقعي، أكيد في ناس مختلفة وبينهم وبين بعض طار وحقوق، أكيد مش هقول له حبه يعني روح حضنه أو يعمل حاجة مش واقعية. لكن الإنسان اللي قلبه مليان حب ما يعرفش الكراهية، حتى لو اختلف أشد أنواع الاختلاف لا يسلب من أمامه حقه في الإنسانية، فبيبقى بيختلف وبيدور على حقه وبيبحث عن حقه بمنتهى الحزم والقوة مع احترامه لإنسانية من أمامه حتى ولو اختلفنا في العقيدة. ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل سيدنا محمد أرسله لناس بيعبدوا مع الله آلهة أخرى، وبعضهم ما كانش معترف بوجود الله، وعندهم قبائح أخلاقية من وأد البنات وإتيان الفواحش وأكل القوي للضعيف، فكان فيهم شر وبرضه فيهم خير لأنهم بني أدمين. فربنا قال للنبي يكلمهم بالطريقة دي، قل قرآنه، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. بص تفاصيل الآية، ربنا بيقول للنبي قل لهم مين اللي بيرزقكم الخير اللي انتوا فيه ده. شوف التذكرة الحنينة اللي مليانة حب الناس، ممكن انت لو حبيت تقيمهم ازاي عايشين في ملك ربنا بالطريقة دي، وربنا يتوالى أفضاله عليهم، فقال له كلمهم كده، فكرهم مين اللي خيره عليهم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم، في حد مننا على حق وحد على باطل، ما تيجي نتناقش، شوف الذوق في الدخلة، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. مش انتوا بتقولوا علينا شاعر وكذاب وحاجات كده، طب انتوا مش هتتحاسبوا لو احنا بنعمل حاجة مش كويسة؟ اسمعونا، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فشوف أدب النبوة اللي تعلمه صلى الله عليه وسلم من رسالة ربنا اللي مليانة حب حتى لمن يخالفني في العقيدة. عشان كده سيدنا النبي بيحارب في موقعة بدر، وكان في أسرى، كان منهم عزيز ابن عمير أخو سيدنا مصعب ابن عمير. عزيز ده مشرك وتأثر في موقعة بدر، فسيدنا النبي عدى على الأسرى كده اللي من لحظات شايلين السيف وعايزين يموتونا لو قدروا. فسيدنا النبي قال استوصوا بالأسرى خيرا، لسه مشركين بس أسرى ربنا ادنا عليهم قوة. قال عزيز فكان أحدهم إذا أتى في صحفته في طبق خبز نفحني بها وأكل هو التمر، الخبز أعلى من التمر، فأرد له الخبز فلا يأكله، مش هاكله أنا. النبي قال استوصوا بالأسرى خيرا، خد الأكل اللي أحلى، فلا يأكله لوصية محمد بنا. رغم أن هم بيحاربوهم لكن الحب مخليني محافظ على الحق في الإنسانية، ده مع اختلاف العقيدة وحالة حرب. ما بالك أهل الوطن الواحد وأهل العيلة الواحدة والقرايب اللي بيتخانقوا على ميراث واختلاف وجهة نظر في حاجة احنا مش هنعرف نأثر فيها، في الرياضة ولا في حاجة بنتناقش في ماتش كرة طالعين متخانقين ليه؟ الشخص الموحد المؤمن بربنا المستمع بقلبه لرسالة ربنا عن الحب ما يعرفش يغلب الكراهية مهما اختلف، وسيدنا النبي أكبر قدوة قدامه في حاجة زي كده. دي كانت رسالة ربنا سبحانه وتعالى عن الحب في القرآن، هو بيحبنا والأكوان بتحبنا وأمرنا بالحب للجميع حتى من يخالفني في العقيدة. واللي هيعيش بهذه الرسالة لن يكون أبدا منفرا لأي شيء ولا لأي حد، وهيبقى أحسن صورة تدل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا القرآن الكريم المجيد وسيظل منهج لبناء الحياة، وشمس لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوء نجاه لكل حائر. فاللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب.
اللهم لا تجعل للكره في قلوبنا نصيبا، واجعلنا دائما حافظين لقلوب أحبابنا، ولا تجعل للغل والحقد إلينا سبيلا. اللهم كفر عنا سيئاتنا في سابق أعمالنا. اللهم يا رب أتمم لنا أنوار محبتك، فمن ذا الذي نزل بك ملتمسا فما أغنيته، ومن ذا الذي أناخ ببابك مرتجيا نداك فما أجبته. اللهم اجعلنا من المحبين لقضائك، ولا تجعلنا من أصحاب النفوس التي إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع. اللهم واجعل من الحب حجابا لنا عن سوء أخلاقنا، وسببا يوم القيامة في نجاتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلاة تملأ بها قلوبنا بالحب إلى يوم الدين. شوير طبطب عليا كتير، يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ ولما اقول الاه تيجي الايات واضحة، رسالة من الله تلهمني اعمل قلبي يشوف النور، أرجع أفوق وأصحى بعد ما كان مكسور. رب العباد يرضي، رسالة من الله.